بقولك يا مشيرة، يعني اشمعنى عاوزة تقابليني لوحدك كده وفي المكان ده؟ اوعي تكوني هتستقبلي تاني. أنا تحت أمرك، اللي أنت عايز تعمله من مصلحتك ومصلحة ابنك إن محدش يعرف أي حاجة. هو أنت متورط في حاجة يا فتحي؟ طب يا ستي مبروك، أنا لقيت لك شغلانة. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش من بعض ابدا. امين يا رب. خلاص بقى يا طنط حنان، انت مش هتسيبينا وتمشي ابدا. معقول؟ ايش يا مدام، انا مش ناوي على الشر، انا هشيل ايدي بالراحه. يا ريت تفضلي هادية، عشان عايز اقول لك كلمتين هيفطموك على حاجات كتير فيها مصلحتك. ده على اساس اني انا واخد على نفسي نادر ومستني حضرتك تديني وندك. صح يا اخي، زي ما انا اعترفت بغلط يا ريت انت كمان تعترف بغلط. انا جاي اقول لك حاجه واحده بس، ان عدوي وعدوك واحد، اللي بيأذينا انا وانتي شخص واحد. مين؟ اللي رجالته حواليكي وبيمثلوا ان هم بيحموكي. رفيق الجراح؟ بعد ما اتكشفت لعبتكم القذرة، انا بقى حوريكم مين اللي هيسيطر بجد.